السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سويزة خفر، رجعت لكم كمان فيديو. اليوم حعمل فيديو أي طبيعي، ورشيت لكم شباب هاي السن رايز. هيو لسه الشمس ما فولي طلعت، بس الساعة هلا 5:05 الصبح. هيو يا جماعة، ايش لسه القمر هون؟ ايش بعمل؟ كنا صار الصبح، ايش بتعمل هون ولا؟ ولا ما هيو لسه الشمس تطلع، صوت العصافير. هاي هناك الشمس، هاي لساتي كذي كأنه على قمة الحفة، لساتي ما طلعت فولي. فبين ما نخلص الفيديو أغلبية رح تكون طالعة كلها. أنا رح أحكي لكم إشي شباب، أحكي وأنا بلعب كم لعبة اسمها التريك. ايش هي؟ ايش هذا الاشي؟ ايوه بس عشان انا ما بديش اعمل اشي. هاي قلبنا الشاشة. ايوه انا رح اكون العب هيك عادي. هاد ازنخ ليفل، ما بعرفش ايش اعمل. ويا لا حضني ارجع حالي. نو انا شباب اول شيء كثير بحب اللي بعمله هو يوتيوب، بس انا الاشي الوحيد اللي صراحة مو كثير بحبه انه مثلا انا بعمل اي نلعب فليب دايف. انا مثلا بعمل يوتيوب، بلعب يوتيوب، انا بعمل يوتيوب. انا كثير بحب اللي بعمله، بس المشكله بس في مشكله وحيده انه مثلا كل التعبئه اللي بحط فيديوهات، خصوصا اني ما هذا لا اسيبك من تو فيديو، هذا مو اكاونتي الاصلي، هذا ميني خنفو سميته، اكاونتي الاصلي اريمتين. ايش انه مثلا بحط على هذول فيديوهات بس ما بيجي لي كثير مثلا فيوز او هذا او سبسكرايبرز. كان في ناس نزلوا فيديوهين اوريدي معاهم بلاوي، انا ما بعرفش ايش بصير، خصوصا بحط تعب، خصوصا ما بعمل ايديت، بس بعمل فيديوهات بس عشان بحب هذا الاشي. يعني ان شاء الله تعمل لي سبورت اكثر، بس لا بس انا صراحة كثير بحب اللي بعمله وراح استمر اعمله. الاغلبية ما رح اوقف، رح العب جيم بس عشان احكي لكم، وعبين ما اخلص هذا الجيم الاغلبية الشمس رح تكون طالعة. الله الله اي بيبي دراجون. انا صراحة شوي بتهبل مشان مش كتير مهتم بهذا الاكاونت، انا اصلا ما بلعبش بهذا الاكاونت، بس انه هيك هبل. بازف بيان اوي هي. طب ضيع 4 الكسر، يعني اذا هلا هجمت يمكن اخذ تور تبعه. لا ايو فاير وول. بوم، شفت الفن؟ لا فالكري. احكوا لي كيف هذا بحكي، في ناس بحكي فولكري وفالكري، ايش الصح؟ انا زي ما بحكي لكم مش فارق عندي، بس يمكن نزل كمان فاير بول على البيبي دراجون، يمكن. لا يا ريت ما عندي سكيلتون ارمي. لا اعتقد يمكن ياخذ تور، لا اخذه. اوكي هلا نحن لازم نروح تايم اوت فاير بولز. يلا خليني اعملها. Is that the whiskalon flying deep and bam. ما عرفت هاي الاغنية، هاي بتيجي من ايش اسمها تبع جيك بول افري دي برو، اغبى اغنية سمعتها بحياتي واكتر اغنية شفتها بحياتي صار لها روس. يمكن الاغلبية اخسر هاي، بس حكيت لكم انا مش كتير مهتم. بس والله هذا بوش اسطوري،
يطفخ. يلا عادي عادي. المهم كان بوش أسطوري. أو شباب أنا كتير بحب اللي بعمله جدا. إيه لسه الأمر هون ولك إيش تعمل ولا وروح عمي روح روح. خليني أفرجيكم آخر منظر. أيوه هاي الشمس هاي زي كأنه فولي طلعت تقريبا. هاي آخر فيو. أيوه هاي الشمس. فا أوكي خليني ننهي الفيديو. يلا إن شاء الله تكونوا استمتعتوا شباب. ثمز أب سبسكرايب وأعطوني مور دعم إذا بتحبوا يعني. وأحبوا كل اللي بيقرأوا لكم عني يعني إذا بتحبوا إذا بدكم. شكرا على حضرتو. ثمز أب سبسكرايب وبيس.